أوروبا تؤكد أن إدراجها للحرس الثوري على قائمة الإرهاب يجب أن يحصل على موافقة القضاء أولاً، والخارجية الفرنسية لا تستبعد أي خيار. نائب رئيس الحكومة العراقي يؤكد أن السوداني سيزور واشنطن قريباً لإعادة رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار. الأجهزة الأمنية اليمنية تحبط عملية تهريب شحنة تركيب مسيرات تابعة لميليشيا الحوثي. تحقيق لجريدة الغارديان البريطانية يكشف اختفاء العشرات من الأطفال طالبي اللجوء في بريطانيا. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة التي نبدأها أيضا من تطورات الملف الإيراني، حيث أقر الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة تستهدف كيانات وأشخاص متورطين في قمع الاحتجاجات في إيران. وفي تصريح لوزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا قبل أقرار العقوبات، دعت إلى ضرورة الرد على سياسة الرهائن التي تنتهجها إيران، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة على إيران ستستهدف المسؤولين عن قمع الاحتجاجات. بدوره أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه سيتم المصادقة على حزمة إضافية من العقوبات على إيران، مشيرا إلى أن فرض عقوبات على أي كيان إيراني سيحتاج إلى قرار قضائي كشرط أولي لإدراج الكيانات في قوائم العقوبات. أما وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك قالت إن عملية إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب يحتاج لمزيد من مناقشات، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيقر حزمة العقوبات الإضافية على إيران اليوم. بدوره قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ردا على سؤال من الحدث أنه لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب دون قرار من القضاء الأوروبي. هناك العديد من وجهات النظر حول ذلك، لكن لا يمكن إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب دون قرار قضائي، قرار المحكمة أولاً، فلا يمكن تصنيف أي شخص بسبب كره له، لذلك يجب إصدار القرار عندما تقر دولة أوروبية حكماً رسمياً بناء على أسس قوية، حينها يمكن العمل على المستوى الأوروبي. ومن برلين تنضم إلينا مراسلة الحدث راغدة بهنام، من باريس ينضم إلينا أيضا حسين قنيبر مراسلنا، ومن بروكسل ينضم إلينا نور الدين الفريدي مراسل الحدث. أهلا بكم جميعا، نستطلع معكم طبعا كل المواقف والتطورات. أبدأ من برلين راغدة، كنا نتابع التصريحات لوزيرة الخارجية الألمانية فيما يتعلق بموضوع فرض العقوبات على الحرس الثوري الإيراني وإدراجه في قائمة الإرهاب، ما هي تفاصيل الموقف الألماني؟ أهلا بك يا ربا. يعني بالفعل هذا الموقف الألماني يتكرر منذ فترة بأن ألمانيا تدعم تصنيف الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الأوروبية، ولكن دائما هناك حديث على أن هناك صعوبات قانونية تحدث عنها جوزيف بوريل اليوم، يعني عندما سأله زميلنا نور الدين الفريدي عن هذه العقبات وعن السبب لعدم وضع الحرس الثوري بعد على لائحة الإرهاب. لذلك هناك عقبات قانونية تكرر الحديث عنها أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية وأيضا المتحدث الحكومي هنا، بأنه ليس هناك أسس قانوني يستند إليه الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري، ولكن دائما هناك تشديد سمعناه اليوم أيضا يتكرر من بيربوك على أن ألمانيا تؤيد هذا التصنيف وهي تدعو للمزيد من المشاورات وتريد أن تبقي الضغوط على الدول الأوروبية الأخرى لاتخاذ هذه الخطوة أو لاستكمال البحث فيها. في هذا الوقت يتزايد في الواقع الضغط على الحكومة الألمانية هنا في داخل لاتخاذ خطوات على الصعيد الوطني وليس فقط على صعيد الاتحاد الأوروبي. هناك دعوات متزايدة من نواب من داخل الحكومة، من الحزب الاشتراكي وأيضا من الحزب المعارض الاتحاد المسيحي الديمقراطي، يدعوان الحكومة لمثلا اتخاذ خطوات تتعلق بإغلاق مسجد هامبورغ الإسلامي، هذا المسجد الذي زرناه مرة وتحدثنا عنه بأن المخابرات تعتبره معقل للمخابرات الإيرانية،
ويهدد منه يعني تصدر منه تهديدات للمعارضين وعمليات تجسس وما إلى ذلك. لذلك في الوقت الذي بالفعل تنتظر فيه ألمانيا هذا السند القانوني يقال هنا أو المعارضة وبعض أحزاب الحكومة تقول بأنه بإمكان ألمانيا أن تتخذ خطوات إضافية لزيادة الضغوط على إيران. طيب سأعود إليك مرة جديدة راغدة، ننتقل الآن إلى باريس مع زميلنا حسين قنيبر. حسين، يعني فرنسا بحسب الملاحظ من الكثير من المراقبين أصبحت مؤخرا أكثر حماسا لفرض عقوبات على إيران، رغم أننا نعلم جميعا بأنها كانت تلعب يعني دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي يجعلها في هذه المرحلة تتشدد في مواقفها أكثر طبعا بحسب ما يدور في كواليس السياسة الفرنسية؟ ما يدور في الكواليس ربا، وأيضا ما يقوله الفرنسيون علنا، يعني ردا على سؤال طرحته مؤخرا على وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال مؤتمر صحفي. قالت أن علاقاتنا بإيران كانت ستكون أسهل بكثير لو لم تعمد إلى سياسة أخذ رهائن، إنما تقوم به غير مقبول، وكنا مضطرين لاستدعاء القائم بالأعمال الإيراني لدينا أكثر من مرة لأنه كان هناك سبب استدعائه. فرنسا ومنذ أن طرأت عوامل مؤخرا وترت علاقاتها بفرنسا باتت تدعم أكثر الدفعات المتلاحقة للعقوبات الأوروبية على إيران. أسباب هذا التوتر تعود أولا إلى ما ترى فرنسا أنه دور إيراني مزعزع للاستقرار الإقليمي وللأمن البحري، الهجمات التي حصلت مؤخرا في العراق، وأيضا الدور الذي يقوم به الحوثيون كما تقول الخارجية الفرنسية. العامل الثاني يتعلق أيضا بالملف النووي، لم تتعاون إيران بما فيه الكفاية بشأن ملف المسائل العالقة كما يسمى والمتعلق بالجانب النووي الإيراني، بالملف النووي الإيراني. العامل الثالث للتوتر هو استمرار ما تسميه فرنسا القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين في إيران، والعامل الرابع هو عامل وجود 7 موقوفين من الرعاية الفرنسيين لدى إيران حاليا، معظمهم يقولون أنهم أبرياء، وتؤكد فرنسا أنهم أبرياء وأن إيران أوقفتهم لمبادلتهم بأشخاص ليسوا بالضرورة من الأبرياء كما تقول الخارجية الفرنسية. تذكر باريس بأنها باتت تدعم العقوبات الأوروبية لأن القمع في إيران يتواصل وسياسة أخذ الرهائن تتواصل. تذكر أنها دعمت الدفعة من العقوبات التي اتخذت أوروبيا في 17 من تشرين الأول أكتوبر، ثم الدفعة الثانية في 14 من تشرين الثاني نوفمبر، ودعمت ما اتخذ من قرارات في كانون الأول ديسمبر من العام الماضي، وما اتخذ لاحقا في الاجتماعات الأوروبية المتلاحقة. سنعمل على منع الإفلات من العقاب بالنسبة للمسؤولين عن القمع الوحشي، تكرر الخارجية الفرنسية، ولا نستبعد اتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية، ولا نستبعد فرض أي نوع من العقوبات في تلميح إلى أنه في لحظة ما يمكن أن يوضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة المنظمات الإرهابية، وإن لم تقل فرنسا حرفيا ذلك بعد، لكنها لمحت إليه تلميحا. نعم، سننتقل إلى نور الدين. نور الدين، هل هناك أي تسريبات تتعلق بالمؤسسات والأشخاص المتوقع أن تكون قد فرضت عليهم الحزمة الرابعة من العقوبات ضد إيران؟ يعني ننتظر ذلك في غضون الساعات المقبلة عندما ستصدر الجريدة الرسمية الأوروبية للتعرف على الأسماء والكيانات، ولكن هي عموما كيانات ذات صلة مباشرة بقمع الاحتجاجات السلمية. والرئاسة السويدية قالت صباح اليوم أن الاتحاد الأوروبي يدين هذا السلوك بشدة، وهذه العنف المفرط جعل الأوروبيين مجمعين حول تشديد العقوبات على إيران. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ما تعلق ربما تكملة لما قالته الزميلة راغدة والزميل حسين فيما يتعلق بالحرس الثوري الإيراني، الأوروبيون اليوم يقولون مجمعين إن هناك شروط قانونية يجب أن تتوفر. ربما التحقيقات التي تعرفها راغدة أكثر منا فيما يتعلق في ألمانيا، هنا في بلجيكا تمت المحاكمة في العام 2020، ولكن اتضح من خلال متخصصي القانون الجنائي الدولي أن لا يمكن لإدانة الدولة كدولة، لأن الدولة لها
لها حصانة، أجهزة الدولة لها حصانة. من هنا قالت وزيرة الخارجية الألمانية رغم تصريحاتها المتكررة حول الحرس الثوري وحول إيران والتشدد ازاءها أن هناك حاجة للمزيد من المشاورات. ولكن كاترين كولونا قالت هنا في بروكسل صباح اليوم إننا نبحث، لكن هذا ليس مطروحاً اليوم، بمعنى ليس مطروحاً اليوم في هذا الاجتماع الاثنين. نبحث إمكانية إدراج الحرس الثوري وفق أو بموجب نظام آخر، لم تقل في قائمة الإرهاب أو في قائمة حقوق الإنسان، ولكن قالت بموجب نظام آخر، ولا نستبعد أي خيار، بمعنى أن النقاشات بين الدبلوماسيين مفتوحة الآن. تفضلي. نعم، طيب، يعني بما تحدثنا عنه في موضوع التحقيقات أعود إلى الزميلة راغدة. راغدة، هل يدور جديا الحديث عن تحقيقات ألمانية تحديدا فيما يتعلق بموضوع ممارسات الإرهابية للحرس الثوري داخل ألمانيا حتى يصار إلى إثباتات وأدلة قانونية لإدراجه ضمن قائمة الإرهاب؟ بالفعل هناك تحقيق فتحه الادعاء الألماني العام في نوفمبر الماضي، يعني قبل أشهر قليلة جدا، بعد أن تم اعتقال مواطن ألماني اتهم بأنه كان يحضر لاعتداءات إرهابية مع مجموعة كان أيضا يعني يعمل إلى جانبها. هذه الاعتداءات كانت موجهة لعدد من المعابد اليهودية في غرب ألمانيا. هذا الشخص عندما اعتقل قال الادعاء بأنه كان يأخذ الأوامر بشكل مباشر من الحرس الثوري الإيراني. بالتالي عندما فتح هذا التحقيق فتح أيضا بالحرس الثوري الإيراني لتحديد دوره، وبالفعل ما هي الأوامر، ما إذا كان بالفعل يعطي أوامر لهذا المتهم، وإلى أي مدى، ما هي الأوامر التي يعطيها وما إلى ذلك. لذلك هو تحقيق جار يعني عليه، ولكن هي عملية طويلة، يعني لن تنتهي قبل أشهر لنعرف ما إذا كان الادعاء بالفعل سيوجه أي اتهامات للحرس الثوري الإيراني. لذلك إذا كان الأوروبيون يعولون على هذا، قد يكون يعني لن ينتهي قبل أشهر، ولن يكون لديهم جواب فعلي من القضاء الألماني يمكن الاعتماد عليه قبل ربما على الأقل نهاية هذا العام. طيب حسين، كيف تتلقى باريس أيضا التهديدات الإيرانية التي تتكرر كثيرا في هذه الأيام إذا ما صنف الحرس الثوري إرهابيا على قوائم الإرهاب من الاتحاد الأوروبي؟ دعيني أشير بداية ربا إلى أن القلق الكبير هو الذي يساور عائلات الفرنسيين الموقوفين في إيران. هم عبروا مؤخرا خلال الأيام الماضية عن بالغ قلقهم إذا احتمال استخدامهم في يعني الضغط على الحكومات الغربية، احتمال استخدام هؤلاء الموقوفين، وهم قلقون من ظروفهم الصحية والنفسية. في كل الأحوال باريس الرسمية، يعني فرنسا الرسمية، تتلقى ذلك باستياء كبير. دعيني أشير إلى أن الفرنسيين الموقوفين لدى إيران هم الأكثر عددا من بين الأوروبيين والغربيين عموما، وهذا الملف هو من أكثر الملفات التي تعقد العلاقات بين باريس وطهران، خصوصا أن العدد كبير بالمقارنة مع الموقوفين الآخرين غير الفرنسيين، العدد هو 7، والأحكام الصادرة بحقهم قاسية جدا برأي باريس. على سبيل المثال سيسيل كولير وشريك جاك باري صدرت عليهما أحكام قاسية، وأيضا بنجامان بريير الذي كان أوقف في مايو من العام 2020 صدر عليه حكم بالسجن ل8 سنوات و8 أشهر بتهمة التجسس، وهو ما تقول فرنسا أنه ينفيه. فريبة عادل خاه الفرنسية من أصل إيراني صدر عليها عام 2019 حكم بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، وهو ما كانت تنفيه وما نفاه أيضا محاميها. أخيرا برنار فيلون الإيرلندي الفرنسي الذي كان دخل مؤخرا إلى إيران بجواز سفر فرنسي، وضعه الصحي هش كما أعربت الخارجية الفرنسية مؤخرا عن قلقها لهذا الوضع الصحي وعن ضرورة المتابعة الصحية بشكل منتظم له. هذه المتابعة الصحية ليست ممكنة في المكان الذي يحتجز فيه برنار فيلون. هذا الملف يعقد كثيرا ملف الرهائن كما تسميهم باريس والموقوفين كما تسميهم طهران، يعقد كثيرا العلاقات بين إيران وفرنسا. نعم.
نور الدين، أيضا على هامش الاجتماعات للاتحاد الأوروبي، كيف يتم تناول هذه الملفات سواء المتعلقة بموضوع الرهائن الأوروبيين في إيران أو التهديدات الإيرانية؟ طبعا بلجيكا معنية بشكل أساسي لأن مواطنا بلجيكيا، وأوليفيي فان دي كاستيل عامل الإغاثة الذي عمل على مدى 5 أو 6 سنوات في مخيمات الأفغان في إيران. هذا الرجل عاد في ديسمبر 2020 إلى بلاده، ثم عاد مرة أخرى إلى طهران في فبراير من العام الماضي ليودع أصدقائه، ولكن في ليلة كان في سهرة مع أصدقائه فأتاه رجال الأمن واختطفوه هناك، ثم حكموا عليه في الفترة الأخيرة 20 ثم 40 سنة. بالنسبة للعائلة التي تظاهرت ومعها المئات من البلجيكيين يوم أمس، قالت عائلة أوليفيي فان دي كاستيل أن التشدد الإيراني في الأسابيع الأخيرة يعني منذ ديسمبر الماضي جاء ردا إيرانيا على تعطيل المحكمة الدستورية البلجيكية المعاهدة المبرمة بين الجانبين بين بلجيكا وإيران حول تبادل السجناء. طبعا هذه المعاهدة بالنسبة للمراقبين صيغت على مقاس الدبلوماسي الإيراني المعتقل هنا السجين هنا في بلجيكا، لأن المحكمة حكمت عليه 20 عاما في شهر فبراير من العام 2020، وأن هذه المعاهدة كانت بالنسبة للإيرانيين هي طريق والوسيلة لاسترداد أسد الله أسدي. طبعا هناك جدل كبير في أوساط المعارضة الإيرانية وأنصارها، والمحكمة الدستورية عطلت هذه المعاهدة مؤقتا حتى والاجتماع المقبل أو الجلسة المقبلة للمحكمة في منتصف هذا الشهر. ربما من هنا إلى ذاك الحين قد يحدث بعض التطور، وبالتأكيد الحكومة التي حصلت على تفويضا من البرلمان. تفويضا من البرلمان شكرا لك نور الدين على كل هذه الإيضاحات والمعلومات. طبعا سنتابع معك كل التطورات من بروكسل، وأيضا شكرا جزيلا حسين قنيبر مراسلنا من باريس وراغدة بهنام من برلين، شكرا لكم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن إيران سترد بشكل مناسب حال تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية. وبخصوص تطورات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، قال كنعاني أن تبادل الرسائل عبر القنوات المختلفة في إطار الملف النووي لا يزال مستمرا، ونفى إجراء مفاوضات ثنائية مستقلة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى جدية النظام لتبادل الإيرانيين في السجون الأمريكية. وأكد كنعاني استمرار النظام في تعامله مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والقوانين. وبالتزامن كشفت صحيفة خراسان الأصولية الإيرانية عن وجود سيناريوهات عدة للرد الإيراني إذا قرر الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. وأوضحت الصحيفة أن السيناريوهات تتراوح بين الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إيران إلى فتح الطريق لعبور المخدرات، إلى جانب مرور المهاجرين الأجانب من الشرق إلى غرب البلاد وأخذ الرسوم على مرور السفن عبر مضيق هرمز وتهديد أمن الشركات والأشخاص الأوروبيين في المنطقة، ثم المزيد من التعاون المفتوح مع الروس في أوكرانيا. وذكرت خارسان أن القانون الانتقامي الذي يعده البرلمان الإيراني سيفعل إن وافق المجلس الأوروبي على قرار التصنيف، وستتكفل المادة الأخيرة بإعلان القوات العسكرية للدول الأوروبية على أنها قوى إرهابية. بعد تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بأن أسعار الذهب والعملة الصعبة والغلاء ستبدأ في التراجع، ارتفع سعر الدولار الأمريكي في سوق طهران الحرة إلى أكثر من 45 ألف تومان مسجلا رقما قياسيا جديدا. وكان مركز الإحصاء الإيراني قد تحدث عن وصول معدل التضخم السنوي في البلاد خلال الشهر الماضي إلى 46.3، وهو أعلى معدل تضخم أعلنه هذا المركز في تاريخ نشر إحصاءات مؤشر المستهلك.
قد يكون فتور الاحتجاجات في الشارع الإيراني التي انطلقت تحت شعار امرأة حياة حرية تمهيدا لموجة احتجاجات مطلبية جديدة سرعان ما ستتحول سياسية بدورها بعد اكتسابها الزخم المطلوب وفق قراءات محللين للشأن الإيراني نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية واستدلوا على ذلك بالتراجع المطرد للعملة الإيرانية والاقتصاد المأزوم الذي سيكون المحرك الرئيسي للاحتجاجات المتوقعة وبأسرع مما يعتقد خاصة بالنظر إلى التقلبات الدراماتيكية لأسعار العملات مؤخرا وقد نشهد تكرارا لسيناريو نوفمبر 2019 عندما انطلقت احتجاجات واسعة بدأت بسبب الزيادة الحادة والمفاجئة في سعر البنزين ثم تحولت إلى احتجاجات مناهضة للنظام وبحسب ما ذكره أيضا أحد المحللين للوكالة الفرنسية فإن إيران عالقة في مأزق في الظرف الراهن فلا النظام ولا الشعب قادران على الحسم ولهما أيضا قادران على التعايش وهذا يفسر سرعة تحول أي غضب في أي من الملفات إلى غضب سياسي أضف إلى ذلك أيضا الجدل حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية والذي سيكون له تأثير على الاقتصاد الإيراني من منطلق أن الحرس يسيطر على نحو 60% من الاقتصاد الإيراني عبر ذراعه الاقتصادي مقر خاتم الأنبياء لذلك فإن العقوبات على الحرس الثوري تؤثر أيضا على الاقتصاد الإيراني وحتى النظام الإيراني نفسه عاجز عن تقديم طمأنة بحدوث تحسن في الاقتصاد الإيراني في المستقبل القريب وفق ما ذكره تقرير لإيران واير أفادت صحيفة ذا إكسبرس البريطانية نقلاً عن مصادر متعددة أن النظام الإيراني على بعد أسابيع من تخصيب مخزوناته من اليورانيوم إلى 90%. وأضافت الصحيفة أن ذلك المستوى هو المطلوب لإنشاء رأس حربي يمكن وضعه في صاروخ باليستي ما سيجبر الغرب واللاعبين الإقليميين على إعادة تقييم خياراتهم لاحتواء إيران وأشارت ذا إكسبرس إلى التهديد الإسرائيلي بشأن القيام بعمل عسكري لتحييد القدرات الإيرانية النووية وبحسب تقرير الصحيفة فإنه يتعين تنفيذ الضربات الإسرائيلية قريبا إذ يمكن لإيران دفن موادها على عمق 60 مترا تحت الأرض في مصنع فوردو للتخصيب بالقرب من قم طهران تعتقد أنها من خلال تسليح برنامجها النووي ستعزز موقفها وتجعل نفسها بعيدة عن متناول تغيير النظام وسيكون من المستحيل إسقاط النظام بعد ذلك وفقا لتقرير الصحيفة فيما يعتبر الخبراء الذين نقلت عنهم ذا إكسبرس أن محور إيران مع الصين وروسيا والذي يهدد بتدعيم نقاط ضعف النظام يعني أن الساعة تدق بالنسبة للغرب واللاعبين الإقليميين مثل إسرائيل نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل وسط مخاوف من تنفيذ إعدامات بحق العشرات وفاة سجينين تحت التعذيب في معتقلات الحوثي أو يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشغال وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقليل ثم يبدأ حدث يؤثر على حياة الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان محور الحدث
يواصل إيرانيون انتفاضتهم ضد النظام في الشوارع والجامعات. ما هي سيناريوهات الشارع المنتفض على سلوك حكومته في الأيام المقبلة؟ كان جواب الحكومة الرصاص والقتل للمتظاهرين البلوش. خامنئي عاجز، هل يؤيد النص أم يؤيد بلطجيته؟ ما الذي تغير بانضمام منطقة الأحواز للمظاهرات؟ الأزمة كشفت عن ضعف الخطاب التقليدي للنظام. المتظاهرون بدأوا بالتجمع هنا في ساحة الجمهورية تضامنا مع قضية الشابة مهسا أميني. الدور الخارجي، هل يمكن أن يغير شيء في الداخل الإيراني على المستوى الأمني أو السياسي؟ هل كل ذلك يضمن بأن يكون مصير هذه الاحتجاجات مختلفاً هذه المرة؟ حالة الإنكار التي يعيشها النظام الإيراني هي الفخ الذي ينصبه لنفسه. يوجد هناك السياسي لدى هذا النظام. هل يمكن لهذه التظاهرات أن تصمد أمام هذا القمع من قبل النظام الإيراني؟ أهلا بكم من جديد إلى العراق، حيث أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن الحكومة تواصل مساعيها لحل مشكلة سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار. وأشار الوزير العراقي إلى أن السوداني سيزور الولايات المتحدة لبحث هذا الملف، مؤكدا أنه على تواصل مع الإدارة الأمريكية من أجل إعادة رفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار. وأضاف أن الحكومة تجري اجتماعات مستمرة مع اللجنة الاقتصادية لحل المشكلة التي تتعلق بالبنك المركزي العراقي بحسب تعبيره. وأعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني محافظ المصرف المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه مكلفا علي محسن العلاق بإدارة المصرف بالوكالة. كما أحال السوداني مدير المصرف العراقي للتجارة إلى التقاعد وكلف بلال الحمداني بإدارة المصرف. وأكد السوداني أنه تم تكليف إدارات مشهود لها بالتجربة والنزاهة ولديها من الرؤية لمواجهة هذه المشكلة بإجراءات سريعة سوف يكون لها أثر واضح على أسعار الصرف. وكان معظم النواب قدموا طلبا إلى رئاسة البرلمان لاستضافة محافظ البنك المركزي من أجل الوقوف على أسباب ارتفاع الدولار وتداعيات الوضع والمعالجات اللازمة. قال وزير التجارة العراقي أثير الغريزي إن المخازن ملأ واحتياطي المواد الغذائية يكفي لثلاثة أشهر، معلنا البدء ببيع الطحين بسعر مدعم إلى جانب مواد أخرى بينها البيض والحليب وبأسعار مخفضة في منافذ البيع ومراكز التسويق التابعة للوزارة وفق الوكالة الرسمية. في الأثناء أطلق رئيس الوزراء محمد شيع السوداني السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية قائلا أن ارتفاع الأسعار أمر وقتي. بعدما أصدر القضاء العراقي قرارا بإطلاق سراح المتهم الرئيسي فيما عرف بسرقة القرن نور زهير جاسم مقابل استرداد الأموال التي اعترف بسرقتها، أصدر قرارا بإطلاق سراح متهم آخر هو النائب السابق في البرلمان هيثم الجبوري مقابل كفالة بنحو 2.5 مليون دولار أمريكي لقاء استرجاع الأموال التي اعترف بها والبالغة نحو 15 مليون دولار. من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أن حكومته تعمل على ضمان استقلال القضاء العراقي والحفاظ على هيبته. إلى ذلك دعا نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون دعا رئيس الحكومة إلى التفاهم مع واشنطن لاحتواء تداعيات الاضطراب الشديد في الأسواق العراقية جراء تراجع أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار. أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان في تصريحات خاصة للحدث أن القضاء مستمر في محاربة الفساد، وشدد زيدان على أن العمل بالمخبر السري لا يمكن إلغاؤه لأنه نص قانوني ضمن قانون المحاكمات الجزائية. إجراءات القضاء الحقيقة تسير وفق القانون في موضوع مكافحة الفساد، ونعتقد من وجهة نظر قضائيا وهذه الإجراءات تسير بشكل جيد. الإشكالية اللي نواجهها أنه بعض وسائل الإعلام أو المحسوبين على وسائل الإعلام ينقلون صورة مشوهة عن الإجراءات القضائية ويحاولون تشويش على الإنجازات اللي حققها القضاء خاصة في ملف استرداد الأموال المنهوبة. المخبر السري هو موضوع معقد وقد يكون غير مفهوم، هذا نص قانوني موجود بموجب
قانون أصول المحاكمات الجزائية أنه كل مخبر عن جريمة من حقه أن يطلب حجب هويته، وهذا شيء موجود منصوص عليه بالقانون، ما ممكن أن يلغى. لكن الإجراءات قد تكون الخاطئة في سنوات معينة حصلت بتحريك الشكاوى بناء على أقوال مخبر سري، هذه أستطيع أن أجزم أنها انتهت حاليا. من بغداد ينضم إلينا الدكتور خالد عبد الإله عبد الستار، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة المستنصرية. أهلا ومرحبا بك دكتور خالد معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. هل برأيك تكفي إقالة محافظ البنك المركزي وتعيين آخر لحل أزمة انهيار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك والجميع مشاهدي قناة العربية الحدث والشكر لهذه الاستضافة. أنا أتوقع مسألة الدولار تزامنت مع مجيء حكومة السيد السوداني، وبالتأكيد كانت هنالك إجراءات تحدث عنها السيد السوداني رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بتقييم كل من الدرجات الخاصة والوزراء والوكلاء، وبالتأكيد كان من جزء منها هي ما يتعلق بمحافظ البنك المركزي. أنا أتوقع الإجراءات والخطوات التي اتخذتها حكومة السيد السوداني ورئيس مجلس الوزراء هي إجراءات تراتبية تصاعدية، بدءا باجتماع مع البنوك التي هي كانت مسؤولة عن مزاد العملة، ومن ثم الحديث عن اجتماع مع اتحاد الصناعات العراقية، ومن ثم اتحاد أمس اتحاد الغرف التجارية، والبحث عن سياسات إصلاحية واضحة تؤدي إلى مسألة القضاء على المضاربات، ومن ثم مسألة رفع أسعار الدولار بالنسبة إلى الدينار العراقي. لذلك الإقالة هي جاءت وفق اللجان أن توقع لشكلها السيد السوداني، وكانت هنالك إجراءات سابقة لمثل عملية تقويم وتقييم عمل محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بالسياسة النقدية. أتي إلى الشق الثاني، السياسة النقدية بالعراق تحتاج إلى معالجات حقيقية وإلى رؤية واستراتيجية، وأعتقد بين السيد السوداني وفريقه الاقتصادي هي معني بشكل حقيقي واضح في عملية الحديث عن هذه الإصلاحات. بالدليل على ذلك هنالك مجلس وزاري للاقتصاد، وتم أمس إشراك كل من اتحاد الغرف التجارية من ناحية واتحاد الصناعات العراقية ممثلين عن القطاع الخاص، فضلا عن مسألة إجراء هيكلية أساسية في عملية دعم الصغار التجار العراقيين، وفتح نافذة للدولار في مصرف التجاري العراقي. كل هذه الأمور أنا أتوقع هي أمور تهدف بشكل حقيقي إلى إجراءات إصلاحات اقتصادية حقيقية، فضلا عن العامل الخارجي. اليوم هنالك زيارة للسيد السوداني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتأكيد سوف يتم الحديث عن هذا الأمر لكي لا يكون هنالك انعكاسات سلبية يدفعها الاقتصاد العراقي من ناحية والمواطن العراقي. سأسأل عن موضوع زيارة إلى واشنطن والدور الأمريكي أيضا، ولكن يعني دكتور، كم ترتبط هذه الأزمة بملفات الفساد السياسي وهو ما تحدث عنه السوداني قبل أيام قليلة، والقرارات والإجراءات هل ممكن أن تكون واقعية وحقيقية وعملية لإنقاذ الاقتصاد العراقي؟ يعني بالتأكيد برنامج السيد السوداني واضح، هو تقديم الخدمة للمواطن العراقي، وبالتأكيد الحديث عن محاربة الفساد الإداري والمالي والبيروقراطية الإدارية. وأعتقد بأن الإجراءات التي اتخذها على الرغم من أنها إجراءات واقعية وتلمس حياة المواطن العراقي، لكنها أيضا كانت صعبة لأنها تستلزم إلى غطاء تشريعي في إطار ما يسمى بإتلاف إدارة الدولة، ويجب أن يكون هناك كسب ودعم لهذه الخطوات على مستوى السلطة التشريعية. وأعتقد بأن اللقاءات المكوكية التي كان يجريها السيد السوداني مع زعماء وقادة الكتل السياسية في إتلاف إدارة الدولة من ناحية، أو مع الإطار التنسيقي أو مع إقليم كردستان، هو تهدف في إطار هذه المعالجات لكي تعطي رسالة حقيقية للداخل العراقي من ناحية والمجتمع الدولي بأن العراق قادر على محافظة على أمواله. والدليل على ذلك الزيارة التي أجراها للمملكة الهاشمية الأردنية من ناحية وإلى الكويت، والحديث أيضا عن ما تم في قمة بغداد للتعاون والشراكة مؤتمر الذي عقد في البحر الميت، والحديث عن ربط الاستثمار والاقتصاد العراقي بالنسبة إلى الشركات الأجنبية أو العربية أو الإقليمية، هو يرتبط باستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة من الشعب العراقي، وهذه نقطة أساسية ما زال السيد السوداني يسعى عليها ويحث الخطوة في إطار الحديث عن مسألة فك كل الارتباطات التي يمكن من خلالها أن تضع مكبلات حقيقية أو معرقلات أمام تنفيذ سياسته التنموية والإصلاحية والاقتصادية في ما يتعلق بالاقتصاد الداخلي العراقي، أو فيما يتعلق عقد شراكات اقتصادية مع دول الجوار أو المحيط الإقليمي والدولي. في أي سياق تفهم تصريحات المالكي أيضا فيما يتعلق بموضوع أن الأزمة الدولار ذات طابع سياسي يراد منها ضرب حكومة السوداني، ودعوتها أيضا لرئيس الحكومة العراقي إلى زيارة واشنطن والتباحث من أجل إنقاذ الدينار العراقي؟
أول شيء العراق مرتبط بعد 2014 بقرارات أممية أصدرت في إطار محاربة تنظيم داعش الإرهابي، منها 2170-2178 مصادر التمويل وإلى آخره. وبالتذكرة هنالك حديث عن يعني دائرة غزير الأموال في البنك المركزي، والحديث أيضا عن حركة الأموال، والحديث عن العقوبات التي طالت إيران، سوريا، لبنان، وأيضا ما يتعلق بتركيا. كل هذه الأمور أنا أتوقع اليوم يجب العراق أن يكون بعيد كل البعد عن مسألة أن يكون العراق مقر أو ممر لعملية انتقال أموال غير شرعية لتلك البلدان. وبالتأكيد مسألة هذه الارتفاع للأسعار تزامنا مع حكومة السيد السوداني هو يجدها البعض من الأطراف التي دعمت حكومة السوداني، وخصوصا من إطار التنسيق بأنها هي واحدة من الضواغط السياسية التي تمارس على حكومة السيد السوداني في إطار العمل الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية. بفعل اليوم الحديث عن المطالبة بإخراج القوات الأجنبية أو عدم وجود قوات أجنبية في العراق بهذا الخصوص أو فيما يتعلق بالتحالف الدولي، وبالتأكيد ربط العامل الاقتصادي بالعامل الأمني، أنا أتوقع هذا من الأمور الذي أربك الكثير من الأمور التي أثرت بشكل كبير جدا فيما يتعلق بأسعار صرف الدينار العراقي بالدولار. لذلك السيد المالكي أكد في إطار أن يكون واحدة من النقاط الأساسية للسيد السوداني في زيارته المتوقعة إلى واشنطن، وأعتقد وزير الخارجية العراقي دكتور فؤاد السيد سوف يرتب هذه الملفات بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تضمن مصالح العراق، لأن العراق اليوم نفذ إجراءات التي بي آي أو الفيدرالي الأمريكي بهذا الخصوص فيما يتعلق بالخزانة الأمريكية. نعم. ومسألة الحديث عن حوالات المصارف التجارية التي فيها مؤشرات خطرة فيما يتعلق بالتحويل الغير الشرعي بالنسبة للأموال العراقية إلى بعض البلدان التي ذكرتها. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات من بغداد. كنت معنا الدكتور خالد عبد الإله عبد الستار، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة المستنصرية، شكرا جزيلا لك. أحبطت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شرقي اليمن عملية تهريب شحنة من تجهيزات وقطع طائرات بدون طيار تابع لميليشيا الحوثي في منفذ شحن الحدودي. مصادر أمنية أفادت أن الشحنة كانت تضم 25 صندوقا مموها تحتوي على قطع طائرات بدون طيار، ولكن بتفتيش الصناديق عثر بداخلها على نحو 100 محرك خاص بالطائرات بدون طيار، وكانت متجهة إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران. وذكرت المصادر أن الشاحنة استخدمت وثائق تشير إلى أنها قطع غيار تابعة لشبكة اتصالات، بينما كانت الصناديق تحمل شعار هواوي، وذلك للتمويه على حقيقة الشحنة. تواصل ميليشيا الحوثي حملتها العسكرية على قرى مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء. وذكرت مصادر محلية أن الميليشيا واصلت لليوم الخامس على التوالي عمليات تجريف الأراضي الزراعية في قرية الجاهلية في مديرية همدان، وأوضحت أن أحياء عدة في منطقة الجاهلية في مديرية همدان تتعرض لمداهمات بصورة يومية، حيث تنفذ الميليشيا اعتقالات تعسفية تحت مبررات واهية ومزاعم كاذبة. هذا وحولت الميليشيات مبنى المعهد المهني في منطقة الرقة في مديرية همدان إلى سجن لاحتجاز المختطفين من الأهالي دون مسوغ قانوني. أثارت وفاة يمنيين اثنين تحت التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي غضبا واسعا وسط اتهامات للميليشيات بقتل نحو 300 مدني من المختطفين في المعتقلات منذ بداية الحرب. يأتي هذا مع تزايد المخاوف من تنفيذ أوامر حوثية بإعدام عشرات المختطفين معظمهم من المدنيين. تقارير حقوقية أكدت أن أحد المختطفين المدنيين و
أسيرا عسكريا قتل جراء التعذيب الشديد في سجون الميليشيات في صنعاء. وأوضحت منظمة مساواة للحقوق أنها تلقت بلاغا من أسرة المختطف منصر تؤكد فيه وفاته تحت التعذيب في سجون الميليشيات الحوثية بعد 7 أشهر من اختطافه. وذكر البيان أن الأسرة تلقت وعودا من الميليشيات بالإفراج عن نجلها، وعند ذهابها إلى السجن الخميس الماضي لتسلمه تفاجأت بإبلاغها بأنه قد توفي في السجن. كما كشف بلاغ مماثل من أسرة الجندي في الجيش اليمني هادي السوعي الأسير لدى الميليشيات أكد وفاته تحت التعذيب بعد 1.5 عام من أسره. وكانت منظمة مساواة أفادت في تقرير لها توثيق مقتل نحو 300 معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون ومعتقلات حوثية خلال 8 أعوام. توسع ميليشيا الحوثي من عمليات النهب التي طالت القطاعين الخاص والحكومي لتصل مؤخرا إلى المنشآت الرياضية. وكشفت مصادر يمنية أن القيادي الحوثي محمد المؤيدي والمعين وزير للرياضة في حكومة الميليشيات الحوثية حول فناء مبنى الوزارة إلى مزرعة للبطاطس، كما أنه يشرف على بيع نادي الفروسية في صنعاء الذي تأسس في مطلع الألفية الجديدة. وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي بسط أيضا على مركز الطب الرياضي في صنعاء وقام بتحويله إلى سكن لعائلته. وأوضحت المصادر أن المؤيدي نقل تجهيزات الطب الرياضي إلى مبنى صغير بعد تصاعد الأصوات المنددة، وأحضر رئيس مجلس حكم الانقلابيين مهدي المشاط لافتتاح المبنى للتغطية على الفضيحة وباعتباره إنجازا جديدا لعهد الانقلاب. نشرتنا مستمرة وفي بعد الفاصل. مؤسس فاغنر ينتقد القيادة العسكرية الروسية بحسب وزارة الدفاع البريطانية. جلسة مشاورات جديدة بين الحكومة والاتحاد العام للشغل. على الحكومة أن تتفهم المطالب المشروعة والواقعية التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل. اليوم على الحكومة أن تصارح الشعب التونسي بحقيقة أوضاعه وبحقيقة ما وصل إليه الوضع الاقتصادي والمالي. لمحت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمقاطعة الانتخابات التشريعية. ما هي الخطوة الأولى التي سيبدأ بها الرئيس التونسي؟ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بدعوة قائد جبهة البوليساريو إلى تونس لحضور هذه القمة. ما الأسباب الممكنة لهذه الخطوة التونسية؟ هناك يعني اتفاق مسبق وخاصة في القمم الإفريقية اليابانية بأنه لن يتم استدعاء يعني جبهة البوليساريو. المسألة ليست من تنظيم تونس لوحدها، بل هي من تنظيم تونس إلى جانب ثلة من الدول وزعماء الأفريقيين. نتحدث عن أزمة قابلة للاحتواء، أم ممكن أن تتطور الآن بين تونس والمغرب؟ هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. أهلا بكم من جديد. وفد من الجناح السياسي لميليشيا حزب الله يعقد لقاء مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للمرة الأولى بعد التوتر بين حليفي الماضي القريب بسبب الملف الرئاسي. الطريق المتاح هو الحوار والتوافق، يقول أحد نواب حزب الله، معتبرا أن التوازنات الحالية بما فيها تركيبة البرلمان لا تسمح لأي فريق بالاتيان برئيس للجمهورية. إذا أحراك الميليشيا يؤكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عدم الانصياع لأي ضغوط، مشدداً على أن جميع الخيارات السياسية
مطروحة من أجل تحرير لبنان من سطوة حزب الله وحلفائه. رئيس القوات يعتبر أيضا أن حل تلك المشكلة يكمن في انتخاب رئيس سيادي إصلاحي يبدي المصلحة الوطنية ويعمل على تأليف حكومة سيادية وإصلاحية، وينضم للقوات التقدمية الاشتراكية والكتائب ومستقلون، ويرشحون جميعهم النائب ميشيل معوض، في حين يرفض حزب الله وأمل هذا الطرح ويفضلان العمل على تسوية يرفضانها فيما بعد، وفيما ينتظر البعض حلا قد يأتي من الخارج، ويفضل آخرون العمل على تسوية تقود الخارج إلى الموافقة عليها أو تستغل انشغال الخارج لتمريرها داخليا. يبقى لبنان بلا رئاسة ولا حكومة. للحديث عن هذه التطورات من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي علي حمادة. أهلا ومرحبا بك أستاذ علي، معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. الطريق المتاح هو الحوار والتوافق، ولكن التوازنات الحالية لا تسمح بانتخاب رئيس للجمهورية. ماذا تعني وعلى ماذا تدل تصريحات أحد نواب ميليشيا حزب الله؟ يعني الحوار الذي يدعو إليه حزب الله حول الاستحقاق الرئاسي هو حوار من جانب واحد، بمعنى أن حزب الله يريد أن يكون هذا الحوار مدخلا لاختيار مرشحه الذي تم اختياره، وهو غير معلن من ناحية الاقتراع لكنه معروف باسمه. الآن يريد حزب الله أن يستمر في الهيمنة على رئاسة الجمهورية اللبنانية بعد 4 سنوات من الهيمنة خلال ولاية الرئيس السابق ميشيل عون، لكن طبعا التركيبة الحالية للمجلس النيابي لا تسمح له بإيصال مرشحه بسلاسة كما حصل سنة 2016، لكن مع ذلك حزب الله يعمل بكل محركاته السياسية الداخلية من أجل إيصال مرشحه من دون أن يكون كلمة للخارج في هذا الأمر. يقول حزب الله دائما في أدبياته أنه لا يجب على اللبنانيين أن ينتظروا تسوية خارجية من أجل اختيار رئيس جمهورية، في حين أن ثمة رأي آخر يقول بأنه لابد من تسوية إقليمية دولية وداخلية من أجل إيصال رئيس يكون رئيس لكل اللبنانيين وليس رئيسا مرهونا لإرادة حزب الله. ماذا نتوقع أن ينتج عن اللقاء الذي سيجمع الجناح السياسي لميليشيا حزب الله برئيس التيار الوطني الحر، خاصة على ضوء الخلافات القائمة أو تباعد وجهات النظر في هذه المرحلة؟ لابد من القول بأنه الخلاف ليس خلافا مبدئيا، هو الخلاف هو خلاف مصلحي، هو خلاف حول السلطة، بمعنى أن التيار الوطني الحر والسيد جبران باسيل يعارضان خيار حزب الله حول الاستحقاق الرئاسي، أي ترشيح الأستاذ سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، من باب المصلحة وليس من باب آخر، بمعنى أنه التيار الوطني الحر يريد باسيل رئيسا للجمهورية كخليفة لميشيل عون في رئاسة الجمهورية. هذه هي المشكلة، والمشكلة حقيقية وليست مشكلة صورية وشكلية، لكنها مشكلة على صعيد السلطة والتقاسم المكاسب والغنائم ومغانم السلطة، ليس أكثر. إنما للطرفين مصلحة، لبل مصلحة كبيرة في الإبقاء على هذه العلاقة بينهما، لأنه التيار الوطني الحر ليس لديه من حليف حقيقي سوى حزب الله، وبالمقابل حزب الله ليس لديه من حليف وازن في المعادلة السياسية اللبنانية سوى التيار الوطني الحر. من هنا رغبة مشتركة من الطرفين بمحاولة رأب الصدع والتوصل إلى تسوية معينة على قاعدة بأنه ليس هناك من مجال لخلاف، لأنه الخلاف سوف يوقع الطرفين في مأزق كبير. طيب، ما هي جميع الخيارات السياسية المطروحة على الطاولة التي يتحدث عنها رئيس حزب القوات اللبنانية لتحرير لبنان بحسب ما يقول من سطوة ميليشيا حزب الله؟ موقف رئيس القوات اللبنانية هو موقف مبدئي. الموقف المبدئي يتفق
فيه العديد من الأطراف مع رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع على القول بأنه حان الوقت في لبنان أن يتم تحرير رئاسة الجمهورية من قبضة حزب الله، لأنه حقيقة منذ سنة 2016 التسوية الرئاسية السابقة التي أوصلت ميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية تبين بأنه رئاسة الجمهورية أصبحت في حوزة حزب الله وأصبح مهيمنا عليها وعلى قرارها وعلى سلوكيات هذه الرئاسة، وبالتالي قائد القوات اللبنانية أو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يقول علينا أن نختار رئيس يكون متحررا من قبضة حزب الله وأنه مستعد لأن ينتظر إلى أبد الآبدين إلى أن يتم تحرير هذه الرئاسة من حزب الله، بمعنى رفض تسوية تؤدي إلى فرض مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية. طيب بالتزامن مع كل هذه التعقيدات في ملف انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية، أيضا في موضوع هو جوهري ومصيري للبنان، موضوع التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، هناك تصريحات بأن المحقق طارق البيطار يعلن عن استئناف التحقيق، هل هناك أي ربط بين الملف السياسية وموضوع عودة التحقيق في هذا الملف؟ كما تعرفون جرت عرقلة التحقيق بجريمة تفجير المرفأ. القاضي العدلي أو المحقق العدلي القاضي بيطار جرى كف يده لعدة أشهر طويلة بهدف عرقلة هذا التحقيق والتوصل إلى معرفة الفاعلين والمسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى التي أصابت لبنان بأسره. الآن استند القاضي بيطار إلى اجتهاد من رئيس المجلس العدلي السابق الذي قال بأنه المحقق العدلي لا يمكن لا رده ولا كف يده ولا مداعاته أمام محكمة أقل شأنا من المجلس العدلي، وبالتالي أعلن اليوم بأنه سوف يستأنف عمله، وبداية عمله هو إطلاق سراح عدد من الموقوفين، 5 موقوفين نعم. سابقين، واستدعاء مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى بصفة مدعى عليهما إلى التحقيق، وهذا تطور كبير، ولا نعرف الآن ما هي تداعيات هذا الموقف الذي اتخذه طارق بيطار، لأنه الموقف يعني حصل في النصف ساعة الأخيرة. طيب ولكن هل الظروف اليوم هي مهيئة لاستكمال عمليات التحقيق برئاسة طارق بيطار على وجه التحديد ضمن كل التعقيدات السياسية اليوم؟ اعتقادي بأنه قرار القاضي بيطار يعني مواصلة التحقيق أو العودة إلى ممارسة عمله بشكل طبيعي سوف تواجهه صعوبات، لأنه هناك ماكينة كبيرة ولا سيما من الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله سوف تحاول أن تعرقله بكل الأدوات الممكنة وحتى القانونية وغير القانونية، وسوف يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة في الساعات القليلة المقبلة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات من بيروت، كنت معنا الكاتب الصحفي علي حمادة، شكرا لك. هدد الكرملين بأن الشعب الأوكراني سيدفع ثمن إمداد كييف بالدبابات الألمانية عبر دول أخرى، وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن كل الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة يجب أن تتحمل المسؤولية، وأضاف بيسكوف أنه يجب التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المعلومات عن تخزين كييف أسلحة بالمحطات النووية، وأشار إلى أن قرار واشنطن تصنيف مجموعة فاغنر كمنظمة إجرامية لا يعني شيئاً موسكو أو للمنظمة. كشف تحقيق لجريدة الغارديان البريطانية عن اختفاء العشرات من الأطفال طالبي اللجوء في بريطانيا بظروف غامضة وسط أنباء عن اختطافهم من قبل عصابات إجرامية. Thank you.
نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.